ارتباط الإنشاد بالدين هو علاقة روحانية بحتة، فالإنشاد الديني هو لون من ألوان الغناء بالآلات البسيطة الأولية التي صنعها الإنسان بيديه، والإنشاد هو الفن الذي عرفه المسلمون منذ الأزل. خلينا رح نحكي أكثر عن الإنشاد الديني، رح نحكي أكثر عن علاقة الإنشاد بشهر رمضان المبارك مع المنشد عدنان الحلاق. أهلا وسهلا فيك، الله يخليك، يسعد صباحك. صباحك. وأيضا بدي رحب بالمنشد ماجد طربين، صباح الخير، رمضان كريم. والأستاذ محمد المدني، صباح الخير، أهلا صباح الخير وسهلا عليك، فيك، ينعاد كل عام عليكم وانتم بخير. ورمضان كريم. إن شاء رمضان الله كل كريم. عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير، رمضان رمضان كريم كريم. ويسعد صباحكم. خلينا نبلش فورا بأنشودة دينية، فورا تفضلوا. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا وتنمى. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا وتنمى. رمضان زمان الأفراح، رمضان طهور الأرواح. رمضان زمان الأفراح، رمضان طهور الأرواح. رمضان منار الإصلاح في دنيا النفس وأخرى. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما، طوبى للنفس بتقواها. رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان بركات. رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات. رمضان مجان الصلوات، تسمو بالنفس لمولاه. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما، طوبى للنفس بتقوى. لما هالصوت يعني لازم الإنشاد يكون موجود بشهر رمضان المبارك. يمكن وخلينا أستاذ عدنان نحكي عن، وهي القصيدة عفوا بالمقطوعة، حديثك محببة لدى الجمهور، كثير بيحبوها يعني، من طقوس رمضان. تماما صار تماما، دائما بنسمعها، تراث قديم بس جميل، بيحبوا يعني العوام وإخواننا الموجودين ضمن هذا النطاق بيحبوا القصيدة كثير يعني. تمام، محببة، اشتغلنا شغلة محببة كبداية. شكرا ويسلم، هل تفضلي. شكرا كثير لكم. بالبدايه خلينا نحكي عن الانشاد الديني، عن طرق الانشاد الديني في رمضان. بتختلف اكيد بين اي مناسبه ومناسبه الانشاد الديني. خلينا بالبدايه هيك نحكي عن الطرق، عن الاختلافات. تمام، هلا الطرق الانشاديه عندنا ببلاد الشام الحمد لله تمتاز عن جميع الدول فضلا من الله عز وجل. وهالشغلة متعارف عليها دوليا، يعني بيقولوا لك انه ما شاء الله بلاد الشام تمتاز بالانشاد، وعندنا الحمد لله قصائد كثيره، يعني كل مناسبه الى انشادا معين.
يعني رمضان احنا بننشد من رمضان عن رمضان، ليلة الإسراء والمعراج في قصائد ليلة الإسراء والمعراج، ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كمان في قصائد لسيد النبي. فالحمد لله في عنا فضل من الله، إمام كبير بهذا الموضوع ببلاد الشام، فضل من الله عز وجل. نعم، مثل ما ذكرت حضرتك بلاد الشام دائما بتتميز بالإنشاد الديني الروحاني عن غيرها من البلدان العربية، ودائما لما نسمع هي الأغاني أو الإنشودات إذا بدنا نقول الدينية دائما بتحمل رسائل. تماما. إذا بدنا نقول خلينا نحكي عن هي القصائد، انتقاء الكلمات يلي بتكون عن الآلات المستخدمة أيضا بموضوع الإنشاد الديني. هلا نحن بشكل عام الآلات الموجودة عنا بموضوع الإنشاد الديني هو عبارة عن الدف، وبعض الأحيان نستعمل الدف والكاتم، وبعض الأحيان نستعمل بنجوز أو رتميك، آلات إلكترونية يعني. بس إنه زيادة فيها آلات كذا كآلات القانون والعود والكذا، قولا واحدا عنا بالشام فضل من الله عز وجل انه ما في الاصاص كلها. نعم، بما انه عم نحكي عن الالات الموسيقيه رح ننتقل الى الاستاذ محمد المدني. صباح الخير، رمضان كريم. نعد عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. وعليك يا رب. حضرتك منشد وضابط ايقاع ايضا، خلينا نحكي عن علاقه الايقاع بالاناشيد الروحانيه والاناشيد الدينيه، وشو بتضيف هي للكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية بشكركم على هاللقاء الجميل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل رمضان فاتحة خير وفرج على بلدنا وعلى جميع أمتنا إن شاء الله، وينعاد عليكم بالصحة والسلامة. هلأ الإنشاد بسوريا يمتاز خصوصا برمضان، يعني له طابعه الخاص بشهر رمضان. فنحن بالنسبة لنا كمنشدين أو بعموم بلاد الشام وبدمشق تحديدا، الإنشاد هو موسم رمضاني بحت. يعني لا يكتمل أو لا تكتمل المائدة الرمضانية بعيدا عن الطعام طبعا كمائدة روحانية، لا تكتمل إلا بالإنشاد. فمن الخمسينات وما قبل الإنشاد كان موجود بوقت السحر، وما زال إلى الآن هذا الموروث موجود، تتوارث الأجيال كابر عن كابر. فنحن الحمد لله بفضل الله عز وجل بسوريا إلنا بصمتنا الخاصة بموضوع الإنشاد بشهر رمضان. يعني تمتاز سوريا ودمشق تحديدا بنقل السحر بالإنشاد من خلال الإذاعات الوطنية وإعلامنا الوطني، ومن خلال عدة فرق تشارك بهذا الأمر. أما بالنسبة للإيقاع، نحن كمنشدين أو كالغناء الإنشادي الديني يمتاز فقط باستخدام الآلات الإيقاعية لسببين. السبب الأول الموضوع الشرعي، تمام، والسبب الثاني هو لضبط الوزن وضبط المترونوم ودقة الوقت بالقصيدة. يعني كل قصيدة لها ضبطها الإيقاعي ووزنها وحتى المدى الزمني لها، لذلك لازم تضبط بالإيقاع. حتى بالغناء ما بدنا نحن نبعد عن موضوع الإنشاد، لكن كمثال حتى بالغناء كمان الإيقاع هو أساس وركن أساسي بضبط المدة الزمنية للأغنية أو للقصيدة. محمد، ما أنه ذكرت الغناء أكيد في تكنيك خاص بالإنشاد. نعم. مو مين ما بيغني بيقدر ينشد. صحيح. ففي تكنيك يعني محدد، في يمكن تدريبات من الصغر هي بتكبر. صحيح. مع الصوت، يعني مع الشاب الصوت حلو. نعم. خلينا نحكي كمان هي عن علاقة هي التكنيكات. يعني نحن هلأ كمنشدين نحن كل اعتمادنا على أصواتنا، ما معنى آلات موسيقية تساعد. هلأ المطرب معه خلفيات موسيقية، يعني بيقول مثلا جملة موسيقية معينة وبريح حاله بيشتغلوا معه الآلات بيكملوا. نحن كل تكملة عملنا بأصواتنا. بالإضافة للإيقاع، الإيقاع مثل ما قلت لك هو بيضبط الوضع الوقت الزمني وضغط الكلام بشكل مضبط بإيقاعات مركبة موسيقية ضمن نوتات موسيقية. كذلك الأمر نحن كمنشدين نحن بنتدرب على أصواتنا على المقامات الموسيقية السبعة المعروفة المتعارف عليها، حتى كمان نحن بنتدرب على آلة موسيقية نتدرب عليها حتى نضبط صوتنا بوضع التون الموسيقي يكون صحيح 100%، وكأننا يعني نؤدي الكلام مع آلات. لذلك المطربين، وتحية لكل المطربين طبعا، بيضربونا تحية نحن المنشدين بحكم أنه نحن نستمر على نفس الطبقة بدون ما يكون معنا آلات موسيقية.
لا 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 نحن ما عم نعطي، بس يعني انه نحن يعني هذا جهد جبار حقيقة، نحن ما عم نمدح بنفسنا لكن جهد جبار. أداء وآلات يعني بدك تنسجم بدون آلات ومساعدات موسيقية، هذا المقصد. فسبحان الله يعني نسأل الله سبحان الله انه يكرمنا بالقبول ودائما نكون عند حسن ظنكم ونقدم شيء لطيف ان شاء الله للناس. كون حكيت نقدم شيء لطيف، خلينا ننتقل كمان ونسمع هيك أجودة دينية تانية وننتقل لحلقة ان شاء الله. سمعكم قصيدة بإذن الله. تفضل. ملحنة للعبد الفقير. كلمات وألحان الأستاذ أحمد الهوالي، بنوجه له تحية وان شاء الله تنال القبول بإذن الله. من عطايا الله شمر مثل بحر في العطاء، رمضان حل بيسر يرتجي حسن الثناء، فيه يرجو من يتوب زوة القلب الصفا، كل عام كان يمضي يطلب الوعد اللقاء. من عطايا الله شهر مثل بحر في العطاء، رمضان حل بيسر يرتجي حسن الثناء. حل بالسخاء ليته دام طويلا، ليته ينوي البقاء، صبرنا فيه جميل نرتجي خير الجزاء، ربي بلغنا صياما يا مجيبا للدعاء. من عطايا الله شهر مثل بحر في العطاء، رمضان حل بيسر يرتجي حسن الثناء. قد أغلى شهر نجاتي ما تقيا ذا رمضان، ليل وصل بالدعوات والعبرات طيف أمان، طلعت بدري ليلة قدري عتق رقاب حتى الفجر، بوح سكاتي طول صفاتي عرفت طريق نجاتي. في جنان من أنوار من أسرار ذكر الله، طوبى من قد فاز بقربي عامر قلبي من مجلات، طلعت بدري ليلة قدري عتق رقاب حتى الفجر، بوح سكاتي دور صفاتي في عرفت طريق نجاتي. طب عبد فيه اغتنم ذكرا صوما عرف الله، قم يتلو كلام الله ليس بلاه عن معنى، طلعت بدري ليلة قدري عتق رقاب حتى الفجر، بوح سكاتي طول صفاتي في عرفت طريق نجاتي. يسلم مهتم، شكرا كثير لهالاجواء اللي عم تعيشونا اياها. يعني ماجد رمضان كريم،
ينعاد عليك يا رب. ماجد، يعني الإنشاد هو ما بيختصر على يعني شخص واحد، بل هو مجموعة من الأشخاص. أكيد في إنشاد إفرادي وفي إنشاد جماعي، خلينا نحكي عن هي العلاقة بين الأشخاص، هالتكنيكات اللي بتكمل بعضها أيضا. وانت بألف خير. الصحة والسلامة. الفرقة تعاد عبارة عن شيء اسمه كورال، شيء اسمه رئيس فرقة ورئيس فرقة. فرئيس الفرقة هو له الدور الأكبر بالفرقة كسولو، السولو يعد انه بيشتغل لحاله، والكورال بيشتغل جماعي، يعني نشتغل مثلا قصيدة معينة نحفظها كلياتنا سوا. بهالقصيدة بيكون في عبارة عن شيء اسمه لازمة، اللازمة تعاد للكورال، والصولو يعد يعني بيقول رئيس الفرقة تقريبا. وبس هيك يعني، هلا كهيك انشاد، ولكن ك يعني عبارة عن فرقة، يعني رئيس الفرقة هو له الدور الأكبر بالإنشاد، هو المايسترو. أيه هو المايسترو. سيد عدنان، هيك كون عم نحكي عن المايسترو خلينا ننتقل لعندك. الشخص يلي بده يتعلم الإنشاد الديني ويؤدي، شو المواصفات لازم تتوفر فيه؟ من خلينا نحكي لغة عربية يمكن، أو أمور تانية ممكن تكون، خامة صوت. هلأ كبداية بده تكون أول شيء في عنده شيء اسمه خامة صوت. يعني منذ الصغر الأهل مثلا بيلاحظوا بهذا الشيء، فبيتقنوا هذا الموضوع عند أستاذ معين بيتعلم الإنشاد إذا كان عنده رغبة طبعا بالإنشاد. أهم شيء يكون عنده خامة صوتية ويكون عنده رغبة لهذا المجال أنه يتعلمه. شو نوعية خامة الصوت؟ يعني الخامة الصوتية سبحان الله بتسمعيها أنت بتحسي أنه في شيء حلو، في شيء اسمه لا يعني بصراحة لا يسمع. فيعني الأهل بينموا هالموهبة هاي، والطفل يعني إذا كان عنده الخامة بيحس حاله إنه في شيء عنده حلو بده يقدمه قدام الأستاذ، فقدر المستطاع يعني بيحاول يشتغل على حاله وبيطلع منه شيء إن شاء الله بإذن الله. وهو الأستاذ كمان له دور كبير، يعني موضوع إنه يعلمه موضوع المقامات، موضوع الجواب، القرار، في أسس بطريق التكنيك تماما. بدك تضيف على كلام شيء سمعته؟ تعقيب على كلام الأستاذ عدنان، الخامة الصوتية هي موهبة ربانية لا تكتسب اكتساب، هي أهم شيء. طرحة الصوت يعني خامة الصوت موهبة ربانية، عطاء رباني لا يكتسب اكتساب. لربما الإنسان ممكن يتعلم موسيقى، ممكن يؤدي صح، لكن بدون جمال صوت. فجمال الخامة هو عطاء رباني، هذا الأساس، وعلى أساسه بيبني الإنسان تكملة صوته. تمام. أكيد يعني، وما في أحلى يمكن من الإنشاد وتنمية موهبة الأطفال أيضا. يعني الأهل لازم كتير يكون منيح، ينتبهوا ويأخذون عند الأشخاص المناسبين اللي بتحبب. يمكن في أساتذة كتير هنن بيخلوا الطفل ينكر من هيدا الشيء. قبل ما نختم مع حضراتكم، خلينا هيك نسمع بالختام نشوف دي حابين. قديش معنا وقت؟ قد ما بدك. مفتوحة. لا تفرد بيتين مع الأصوات الجميلة، ما في إلا وقت. تفضل. رمضان يا خير الشهور وأكرمها، رمضان يا خير الشهور وأكرمها، وأجلها عند الإله رمضان يا شهر التقى نورتنا، يا بسمة يا فرحة يا يا موسم الطاعات، يا شهر الغذاء، يا موسم الطاعات، يا شهر الغذاء،
وتلاوة القرآن فيك ترنما. رمضان كريم كريم كريم، رحمن رحيم رحيم رحيم، رمضان كريم كريم كريم، رحمن رحيم رحيم رحيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم، يا اللي بتحلم بالغفران، ركع سجد للرحمن تعالى، توسل للرحمن وندخل جنات النعيم. رمضان كريم، رمضان كريم كريم كريم، رحمن رحيم رحيم رحيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم، تعال نصلي ونستغفر، تعال نهلل ونكبر، الله الباري ويغفر، الله الباري ويغفر، ونطلب بنا رب كريم. رمضان كريم، رمضان كريم كريم كريم، رحمن رحيم رحيم رحيم، رمضان كريم رحيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم. الله، شكراً كثير لكم. رمضان كريم، ان شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم، ان شاء الله رمضان كريم يا رب علينا وعليكم. شكرا كثير لهالاجواء يلي منحتونا اياها لليوم، شكرا لاستضافتكم الجميله كمان. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم. اكيد بدنا نرحب بالمنشد عدنان الحلاق، كنت معنا اكيد، وايضا بالاستاذ ماجد طربين منشد وضابط ايقاع. اهلا وسهلا فيك، عفوا الاستاذ محمد المدني منشد وضابط ايقاع. اهلا وسهلا فيكم ورمضان كريم. شكرا جزيلا لكم.